هاي، اشتقنا لكم كتير يا احلى متابعين. هاي، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. اوكي منى، بتذكركم باللايك قبل ما نبلش الفيديو. اليوم الفيديو كتير حلو، رح ناكل اكل احمر for one day. ومنى بس ترجع من المدرسه رح تلبس احمر ورح نبدا الفيديو. هلا انا بالطريق رح اوصلهم على المدرسه، وبعدين رح نبدا التحدي. رح نعمل اكل لون احمر، ناكل لون احمر ليوم كامل. وكمان شو؟ I need to play only red. اوه اوكي، منى رح تلعب. We need to do everything red. Yeah. اوكي. واكيد بدي اذكركم قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب واضغطوا علامه الجرس ليوصلكم كل جديد. شو يا منى؟ اوكي منى عم تعمل سلايم احمر، وريني اياه. واو اوكي، منى رح تلعب العاب باللون الاحمر، رح ناكل اكل احمر، رح نلبس اكل احمر، رح نلبس الاكل احمر. رح نلبس لبس احمر لانه انا لسه صاحي من النوم ومسطله شوي، وكل شيء رح نعمله بالاحمر. طبعا اليوم رح اطبخ طبخه باللون الاحمر، ومنى وعلي بالمدرسه، وانا عملت لمنى لانش بوكس باللون الاحمر. اوكي رجعت على البيت، وهلا بدي اطبخ باستا باللون الاحمر. وهاي باستا اسمها باستا الكسلانين، كثير رح تحبوا الطريقه. حطيت صدور دجاج وثوم وبصل. حتى هاي الوصفه في الاولاد الصغار يعملوها لحالهم من قد ما هي سهله. بتحطوا بندوره، وكمان رح احط فليفله لونها احمر بما انه ريد باستا، وتحدينا ناكل اكل باللون الاحمر. اكيد منى بس ترجع من المدرسه كثير رح تحبها. حطيت البهارات اللي انا بحبها، بحب احط كثير بودرة ثوم وبصل وملح وفلفل اسود وصلصه بندوره ومي. كل شيء بتحطوه بالصينيه الفرن، كل شيء يعني اسهل من هيك طريقه ما في. اوكي لهيك قلت حتى الصغار بيقدروا يعملوها. بعدين بتحطوا باستا فريش، هاي الباستا هي فريش، مش الباستا اللي بتشتروها، يعني بتكون مش القاسية، تكون كتير طرية. بتحركوه كتير كتير منيح مثل ما انا حركت هيك. هون رح احط جبنة لانه الجبنة اللي الموتزاريلا تشيز بتعطيها نكهة كتير طيبة. كله مع بعض بتدخلوها على الفرن لمدة 40 دقيقة. اوكي هون انا بصور لكم وصفاتي، طبعا رح ارجع انزل الفيديو بصوتي انا ومنى على التيك توك. اوكي فهون بس جهزت، ريحتها بتشهي. انا صراحه مو متخيله كيف الطعم رح يكون، لهيك سميتها باستا الكسلانين لانه كتير سهله. فهلا رح ادوق. كتير كتير طيبه، منى رح تحبها. اوكي اجيت على المدرسه اخذ منى ورح نبدا الريد داي. منى هاي. منى اي ميس يو. اوه عم تاكلي ايس كريم؟ يس. ياي اي ميس يو منى. اوكي يا منى، انا اليوم عملت ريد باستا عشان الريد داي. ياي فاينلي. يلا هلا لما نروح رح ناكل الريد باستا، طبختها. وشو كمان رح نعمل اكتيفيتيز؟ رح نشوف هلا. منى شو بتعملي؟ شوفوا منى بتشيل الفيجيتابلز، بتشيل البندوره، بتشيل الفليف. لمين مثل منى؟ طب منى sure. طب منى مش الاول لازم نغير اواعينا ونتحمم بعدين ناكل؟ شوفوا منى كيف وسخت لي المجلس. لمين هيك بعمل لامه مثل منى؟ اوكي فاول شيء التحدي، رح ناكل اكل احمر ليوم كامل. فهلا انا ومنى رح ناكل ريد باستا. يلا يا منى تعالي نروح ناكل بالطاوله. يلا اترك التليفون وانت بتاكلي. يلا مين مثل منى بيمسك تليفونه وبياكل؟ اوكي هلا قعدنا في طاوله السفره ورح ناكل الريد باستا. شو كمان يا منى رح نعمل؟ شو رح ناكل كمان ريد كالر؟ هلا رح نفرجيكم كل شيء احمر رح ناكله اليوم. كل شيء، شيبس احمر، فواكه لونها احمر، وكمان رح نعمل كل شيء احمر. هاي الباستا شو رايكم فيها؟ هي وصفه الكسلانين. كثير زاكي. منى حطت فلفل كمان، منى كثير بتحب السبايسي. اوكي هلا قبل ما نخلص اكل بدنا ناكل بسرعه، بعدين نروح نعمل الفواكه. منى اتركي تليفونك وانت بتاكلي. ايه
طب يلا كلي بسرعة. منى leave your phone، لازم لازم نترك التليفون. احنا خلص خلونا ناخذ التليفون من منى. give me the phone. ما بنفع تاكلي وانت بتتفرجي على التليفون. everyone does that. no it's not good. every kid does that. ماما حطيني كمان، حطي خلصي صحنك بعدين بحط لك. اذا هلا حطت لك كمان وما اكلتيه خلصي صحنك اول. ريد باستا. تغدينا وهلا رح ناكل فواكه باللون الاحمر. في عندي توت، رح اخذ التوت وكمان فراوله لونها احمر. شو كمان عندي فواكه لونها احمر. بس لقيت هاي الفواكه اللي باللون الاحمر فرح اغسلها وبعدين رح ناكلها. يس باقي شوي كليهم. I will put for you بس أول كل صحنك. يلا منى بدها كمان باستا باللون الأحمر. يلا رح أحط I will put for you. يا منى ناكل فواكه باللون الأحمر. يلا تعال هلأ رح ناكل فواكه باللون الأحمر ونكمل الريد داي. إذا حابين نعمل ألوان تانية اقترحوا علينا. يلا منى توت وفراولة. شو بتحبي أكتر يا منى، التوت ولا الفراولة؟ فلاور. ستروبري. هلأ منى رح تلعب بالسلايم الريد. أوه منى كل هذا سلايم. يا منى شو عملتي؟ فهي مخلي الأوضة مرتبة وحلوة. يلا هاي سلايم ريد. لا منى لازم هلا ترتبين. شوف يا منى السلايم. اوه نايس. I'll show you my best slime I have. ومكملين الريد داي ورح ناكل رح نتعشى نودلز باللون الاحمر. طبعا احنا ما حطينا لون اوريدي، النودلز لونها احمر مع السبايسي. حطيت هذا النوع وحطيت نوع ثاني كيمتشي كبيت العلبه. كتير كتير سبايسي فما رح اخلي منى تاكل منه، رح اعملها واحد تاني ورح احط لها شويه سبايسي ورح اكتر صلصه. منى شو بتاكلي يا منى؟ سبايسي نودلز. نودلز احمر. طبعا مثل ما قلنا لكم اليوم كله نودلز احمر. نودلز احمر، باستا لونها احمر. شو ضايل ناكل يا منى؟ كل شيء باللون الاحمر. شيبس. اوكي رح ناكل شيبس وبوب كورن باللون الاحمر. هيا منى اينك؟ ها كيمتشي يامي اطيب نوع. اجيت اجيب شيبس احمر. رح اجيب بوب كورن احمر لعلي منى. بدور على شيبس احمر نجيبه للتحدي. شو يا منى عشان الريد داي؟ اوكي هلا رح نحضر فيلم ورح نحط ريد بوب كورن. واو ريد. امسكي. وان يا اوكي اي وونت وان. ندوق ريد بوب كورن. منى حطيه في صحن. يلا شو يا منى؟ هلا رح احطها على الصحن. هلا رح نحضر فيلم ناكل بوب كورن احمر ونخلص اليس داي الريد داي مش يس داي. وهيك كان فيديو اليوم، بحبكم كتير واقترحوا تحديات جديدة نعملها وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو. باي.